السادسة مساء هنا في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة على شاشة النيل. مرحبا بكم، والبداية مع إيمان منصور. شكرا نرمين. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 11 سفيرا جديدا، وأشار المتحدث باسم رئاسة سفير علاء يوسف إلى أن السفراء يمثلون دول زامبيا وأوكرانيا والبرازيل وكولومبيا وقبرص وأستراليا والفاتيكان والهند وبنما وباكستان وسلطنة بروناي. وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي رحب بالسفراء الجدد وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، وأكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في جميع المجالات. بعث رئيس الوزراء إبراهيم محلب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 30 من يونيو. وأكد محلب في برقيته عظمة الشعب المصري عندما خرج بالملايين للإطاحة بنظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية. وشدد محلب على أن المصريين أرادوا من خلال ثورة 30 من يونيو استعادة عصر إعادة البناء، كذلك استعادة الدور الوطني لمؤسسات الدولة وتأسيس مصر الجديدة التي ينعم فيها أبناؤها الأوفياء بمناخ الأمن والأبناء والأمان لبناء حاضرهم وتأمين مستقبلهم. شهد رئيس الوزراء اليوم توقيع عقد توريد 290 حافلة ركاب لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة تعمل بالغاز الطبيعي مع إحدى الشركات الأوكرانية. وقال محافظ القاهرة جلال سعيد إن العقد يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير وتدعيم أسطول هيئة النقل العام، وأضاف أنه سيتم استلام وتوريد الدفعة الأولى من الحافلات بعد 4 أشهر على أن تستكمل خلال عام من بداية التوقيع. أكد المهندس إبراهيم محلب أهمية مصنع إنتاج الألواح الشمسية الذي تم افتتاحه اليوم بمقر الهيئة العربية للتصنيع بطريق السويس. وشدد محلب على أن إنشاء هذا المصنع يتماشى مع خطة الدولة في التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. إنتاج الألواح الشمسية الفوتوفولتية لأول مرة في مصر يتماشى مع خطة الدولة في التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة. هذا ما أكده المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال افتتاحه لأول مصنع لها في مصر بالهيئة العربية للتصنيع. المشروع اللي احنا شرفنا معالي رئيس الوزراء وفتحه اليوم ده جزء من كل شغالة فيه الهيئة. اشتغلنا في حاجات كتيرة جدا السنة دي الحمد لله رب العالمين. احنا اشتغلنا في الصوبة الزراعية في قرية الأمل، عملنا 514 صوبة و 68 بيت زراعي على حوالي 300 فدان، عاملين ليهم على التوازي هنا مزرعة تجريبية في رئاسة الهيئة. ولو ان دي مش شغلتنا بس احنا بنشتغلها إيمانا بدورنا في المشاركة في التنمية البشرية وفي التنمية المجتمعية. الخط ده المرحلة الأولى منه 52 ميجا وات في السنة، مخطط للتوسع لمرحلة تانية ومرحلة تالتة هتوصل ل في الآخر 100 ميجا وات سنويا، وده هيساهم بجزء كبير قوي من احتياجات السوق المحلي اللي احنا متوقعين انها الزيادة ان شاء الله، لأنه المحطات الشمسية أو الطاقة المتجددة عنصر من العناصر الرئيسية في منظومة الطاقة. تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 52 ميجا وات سنويا، والمخطط لها أن تصل إلى 100 ميجا وات خلال الفترة المقبلة. الوحدة دي هي اللي بتاخد ضوء الشمس بتحوله إلى طاقة كهربية. إحنا بنعمل في المصنع ده، المصنع القدرة الإنتاجية بتاعته 52 ميجا وات في السنة، دي المرحلة الأولى. بنجيب هذه الخلايا الشمسية وبنعمل لها عملية تجميع وتوصيل واختبار عشان تتحول من خلية شمسية إلى لوح شمسي فوتوفولتي. اللوح هو ده البنية الأساسية للمحطات الشمسية كلها. كما استمع المهندس محلب خلال الافتتاح إلى عرض لنشاط الهيئة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وفيلم تسجيلي عن إنجازاتها وأهم الصناعات التي تتميز بها. كما وجه المهندس محلب بضرورة التنسيق مع وزير التعليم الفني والتدريب لتخصيص مدرسة فنية لكل ما يخص الطاقة الجديدة والمتجددة. مما لا شك فيه أن حكومة المهندس محلب تسعى جاهدة للاستفادة من المصادر الطبيعية التي حبى الله بها مصر، وها نحن الآن أمام إنتاج ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والتي ستلحق بقاطرة الطاقة الجديدة والمتجددة. من مقر الهيئة العربية للتصنيع، أحمد أبو الحسن،
النيل. شدد رئيس مجلس الوزراء على أن قطاع الكهرباء والطاقة شهد خلال العام الجاري طفرة حقيقية في الإنتاج وصيانة المحطات وإقامة شبكات التوزيع. تأكيد رئيس الوزراء جاء خلال لقائه اليوم مع فاليري ليفكوف نائبة رئيس شركة كهرباء فرنسا لقطاع الهندسة النووية والمشرف على إفريقيا والشرق الأوسط. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أن مصر ترحب بالتعاون مع الجانب الفرنسي في مجال الكهرباء والطاقة وتتطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية الهامة في هذا القطاع الحيوي. بحث رئيس الوزراء اليوم مناقشة تطبيق فكرة إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة بها أنشطة زراعية وإنتاجية وخدمية على أحدث السبل العلمية ببعض المناطق بمصر. وأشار السفير حسام القويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أنه خلال الاجتماع قدم الدكتور هاني الكاتب مستشار رئاسة الجمهورية لشؤون الزراعة عرضا لنموذج مشروع زراعي تجريبي يعتمد على فكرة التنوع البيولوجي مستوحى من الطبيعة ومبني على فكرة زراعات الغابات والزراعات المتكاملة يشمل تسلسل وتنسيق متتالي الأنماط الزراعية ذات الوظائف المختلفة. عقد المجلس القومي لشؤون الإعاقة اجتماعا اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء. وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المحاور الخاصة بالإعاقة في مصر حيث كان أولها محور حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تمت متابعة ما تم بخصوص تضمين استمارات التعداد السكاني العام القادم. أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا بتلقي بعض العناصر لتمويل خارجي. شمل قرار النائب العام حظر النشر في التحقيقات جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية كذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والإسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية. لحين انتهاء التحقيقات عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي إن مصر تدعم الحوار بين الأطراف الليبية تحت إشراف الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية. وأكد عبد العاطي أن هذه هناك أولوية على هذا السياق لمحاربة الإرهاب على الساحة الليبية بذات الحزم الذي يحارب به في كافة أنحاء العالم. أشار إلى أن لدى المتحاورين فرصة يتعين عدم إهدارها للتوصل إلى اتفاق مشيدا بالجهد الذي بذلته الأمم المتحدة في إعداد المسودة الأخيرة للاتفاق بهدف تحقيق المطالب العاجلة الملحة للشعب الليبي وبما يحافظ على استقرار ليبيا ووحدتها. بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا جاءت الجولة السادسة من الحوار الوطني التي استضافتها مدينة الصخيرات بالمغرب بين أطراف الأزمة المختلفة برعاية الأمم المتحدة. المبعوث الدولي برناردينيو ليون أعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجولة في تشكيل حكومة تكون قادرة على إنهاء الانقسام الراهن في ليبيا. وفي إطار الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع جاءت محادثات اليوم مع ممثلين عن البرلمان المنحل في طرابلس وأعضاء البرلمان المعترف به دوليا في طبرق. ليون سعى من خلال هذه اللقاءات إلى الاستماع لوجهات نظر الفرقاء السياسيين في ليبيا حول مسودة الاتفاق النهائي ودراسة وتحليل هذه الملاحظات حول المسودة والتي تنص على تشكيل حكومة وفاق وطني ومجلس أعلى للدولة فضلا عن تدابير بناء الثقة لعودة الاستقرار إلى ليبيا. المبعوث الدولي استغل وجوده في مدينة الصخيرات لتوجيه نداء سماه بنداء الأمل بهدف ضرورة نبذ الخلاف بين أطراف النزاع في ليبيا بالتزامن مع وقوع هجمات إرهابية في كل من تونس والكويت وفرنسا. كشفت وزارة الداخلية الكويتية أن الانتحاري منفذ الهجوم الذي استهدف مسجدا للشيعة هو سعودي الجنسية ويدعى فهد سليمان عبد المحسن القبع. وأشارت في بيان لها اليوم إلى أن مرتكب الحادث دخل الكويت صباح يوم الجمعة الذي وقع خلاله الهجوم. كانت أجهزة الأمن قد تمكنت من ضبط سائق السيارة التي أقلت الانتحاري لموقع الحادث الذي تبناه تنظيم داعش وأسفر عن مقتل 26 شخصا ونحو 300 مصاب. خيوط الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام الصادق في الكويت بدأت تتكشف حيث أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن منفذ الهجوم سعودي الجنسية
منفذ الهجوم وفقا لبيان الداخلية الكويتية يدعى فهد سليمان عبد المحسن القباع، وقد وصل إلى مطار الكويت فجر الجمعة قبل ساعات فقط من التفجير الذي راح ضحيته 26 قتيلا و227 جريحا. وفي طريقها لكشف مرتكب الحادث المأساوي ألقت قوات الأمن الكويتية القبض على سائق السيارة التي أوصلت الإرهابي فهد القباع إلى موقع الهجوم. قوات الأمن قالت إن السائق الذي أوصل منفذ الهجوم يدعى عبد الرحمن صباح عيدان سعود، وهو من المقيمين بالكويت بصورة غير قانونية. وأشارت الوزارة إلى أنه تم العثور على عيدان في أحد المنازل التي كان يختبئ بها بمنطقة الرقة بجنوب الكويت. كما أوقفت السلطات صاحب المنزل الذي اختبأ فيه السائق وهو كويتي الجنسية، والتي أفادت التحقيقات الأولية أنه من المؤيدين للفكر المتطرف. وأعلنت السلطات الكويتية أنها ستواصل جهودها لاكتشاف المتآمرين الذين يقفون وراء هذا العمل الإجرامي. التحقيقات التي تقوم بها الكويت والتي بدأت تتكشف نتائجها تعد خطوة أولى على طريق معرفة من خطط ودبر ونفذ هذا العمل الإرهابي، والذي يعد الأسوأ في تاريخ الكويت والأول الذي يستهدف مسجدا وأول اعتداء يتبنى تنظيم داعش الإرهابي والذي يسعى إلى ضرب الاستقرار في المنطقة. قرر مجلس الأمن القومي التونسي برئاسة الباجي قايد السبسي تجديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قالت الحكومة التونسية إنها ستنشر حوالي 1000 شرطي مسلح في الفنادق وعلى الشواطئ لتحسين الأمن في المنتجعات السياحية. من جانبها أكدت فرنسا على لسان رئيس الوزراء مانويل فالس أنها مستعدة لتكثيف تعاونها الأمني مع تونس، في حين حذرت بريطانيا من مغبة وقوع مزيد من الهجمات. أقر المشتبه به في الهجوم على مصنع للغاز في مدينة ليون الفرنسية بارتكابه جريمة قتل بحق صاحب المصنع. وأدلى المتهم ياسين الصالح ويبلغ من العمر 35 عاما بتفاصيل ارتكابه الهجوم. ومن المقرر أن يحال ياسين صالح الذي ينحدر من دول شمال إفريقيا إلى مقر شرطة مكافحة الإرهاب قرب باريس بعد أن بدأ يدلي بأقواله أمام المحققين. وختام نشرتنا الإخبارية تذكير بأهم عناوينها. السيسي يتسلم أوراق اعتماد 11 سفيرا جديدا ويؤكد حرص مصر على تعزيز علاقاتها الثنائية في جميع المجالات. محلب يشهد توقيع عقد توريد 290 حافلة ركاب لهيئة النقل العام بالقاهرة ويفتتح خط إنتاج الألواح الشمسية. مصر تؤكد دعمها للحوار الوطني الليبي بالمغرب واستمرار المحادثات بين أطراف الأزمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.